أستاذ محمد، ذكر شيخ مقداد حول الموازنة الخاصة بمحافظة بابل، لكن اليوم بابل تنقصها الأيادي الأمينة. سبق وأن تحدثنا أنا وأنت بحلقات سابقة حول هذا الموضوع، اليوم برأيك كفاءات بابل أين ذهبت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يقول الشاعر: ودع كل صوت غير صوتي، فإنني أنا الصادح المحكي والآخر الصدى. في أن أنوه هنا إلى أن صدى المحنة قد انطلق مع تشرين ليناغم الحال العراقي بأسره. لو أردنا أن نتحدث عن الكفاءات والنخب في بابل، لا يمكن أن نحصرها في بابل، بل أين الكفاءات والنخب العراقية بأجملها من شمال العراق إلى جنوبه؟ أين الكفاءات عن صفقة السلاح الروسية التي أهدر فيها قرابة 300 مليون دولار؟ أين الكفاءات عن سرقة 600 مليار أو ما يقارب 600 مليار صفقة السلاح الأوكرانية سنة 2011؟ أين النخب والكفاءات عن سرقة موازنة كاملة سنة 2014 يوم كان السيد السوداني وكيلا لتلك الوزارة بالوكالة؟ وكيلا كان السيد السوداني سنة 2014 153 تريليون ذهبت ولم تعد، ما علمنا أين استقرت، إلا أننا يقينا نقول تقاسموها كيكة كما قالت فتلاوي النائب عن باب النخب والكفاءة أدوارها تماما. وأنا آمن ومستعد كما قال الشيخ، مستعد لمواجهة بابل. أنا مستعد لمواجهة كل النخب العراقية من شمال العراق إلى جنوب. ها هم أساتيذ القانون غابوا عن القفزات القانونية التي ارتكبتها ما حكومة بعد. ها هم أساتيذ العلوم السياسية غابوا عن كل صغيرة كبيرة في تخصصاتهم. فلما تظهر الأضرار في بلد ما، أن يتقدم على الكفوء أن يظهر علمه حتى يتفادى المشكلة التي وقعنا فيها، بل من مشكلة إلى أخرى ومن مشكلة إلى أخرى. غياب الكثير من العقول العراقية تحت حجة أنه ليست بصلاحياتي، ليست بشغلي، ليس لي قرار. ناس يائس 90% من الشعب العراقي اليوم يعيش حالة اليأس، وهذا خطأ ومنافي للأخلاق ومنافي للقرآن. القرآن يقول: وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن تعيه سوف ترى. أنا لما أرى نائب الأهلية الكامل ليس لديه المقومات الكاملة على شرع القاضي ويشرع إلى رجل الدين ويشرع إلى أستاذ يشرع إلى التربوي، أما كبرى أبي طالب التاريخ يقول: تفسد أمر الأمة. أحد هذه الثلاثة هو وضع الجاهل مع العالم. من منا لا يعلم هذه الحكومة كيف هي جاهلة وتجهلت؟ اسأل الكبير والصغير والصبي والشاب والمرأة الكبيرة وحتى الطفل الذي الآن يقول لكم أن الحكومة غير فاهمة. الآن الكفاءات المطلق هذا جريمة السكوت. وأنا من هنا وفي هذه الأمسية العراقية أخاطب العقول الراجحة: أين أنتم من إسقاط السلف الخاطئة البالغ مقدارها 100 مليار، وفي رواية أخرى 160 مليار أسقطت عن كبار المسؤولين. طيب الآن لو تفحصنا موازنات الدول المجاورة، ها هي الأردن 7 مليار دولار أو 8 مليار دولار، تونس الخضراء موازنتها 18 مليار دولار سنة 2023، الجزائر موازنتها أعتقد 42 مليار دولار. يا سيدتي، يا أيها الناس، يا أيها القوم، يا أيها العراقيون، 170 مليار دولار أطفئت بتصويته شنها رئيس مجلس النواب
وأشار إليها. تعرفين من المشمول بإطفاء السلف؟ هذه الكبار من الفاسدين من ذوي الدم الأزرق في حكومته قاتلة استارق أمثال صالح المطلق والمالكي وأمثال أبي مازن وأمثال هذه الزمر والنجيح. في هؤلاء لديهم سلف أخذوها بالمناسبة المتحدث باسم الدار المالية إدارة المالية سلفت خارج السياقات القانونية والآن أسقطت خارج السياقات القانونية والدستورية. الدستور بمادته الرابعة وقال العراقيون متساويون، نعم بصرف النظر عن الدين والمعتقد وإلى آخره والحالة الاقتصادية. الآن الناس الفقراء حينما يأخذون أو يستلمون من المصارف 10 مليون 8 مليون 5 مليون دينار عراقي، لما تعدو كونها 1000 دولار؟ لماذا لا تطفئ هنا السلف؟ ولماذا تبحث عن كبار الفاسدين مبالغ خياليه؟ استاذ عبد الكريم، عبد الكريم العنزي اخذ سلفه سنه 2016 2 مليار دينار عراقي في ارض زراعيه مقاربه الى زيد الشهيد اعلى الله مقامه في مدينه كفل في محافظه بابل. 2 مليار الان اطفئت عن عبد الكريم العنزي، الله لا يوفقه، اطفئت هذه السلف. يعني اليوم السلف تدفع عن المسؤولين والمواطن الفقير ما تدفع عنه؟ ما نشر الله بالفقير الست المحترمه. على اي اساس اليوم السلف تدفع عن اليوم السياسي والمسؤول؟ لا انت سؤالك سؤال اين النخب الكفاءات؟ نعم اين النخب اين الكفاءات عن تصريح رحيم العقيلي الاستاذ القاضي المحترم الذي قال هربت في سنه 2016 اكثر من 600 مليار دولار خارج العراق. الدكتورة المقبالة اسم يسم التي قالت هربت قبل داعي يوم. يا عراقيون كفاكم هذا الصفات. قبل يومين من اندلاع هجم داعي سياسيا بزعامة هذه القردة من الأفرة الله فيهم التي هربت أكثر من 500 مليار أرسلت إلى الموصل دوافع الاقتتال وبدوافع. فالنخب يا سيدتي إجمالا أقول غائبة في العراق، وغدا سيندمون، وغدا يتحركوا ويدركوا القضية. نعم الأجيال القادمة بالتوبيخ باللعن، والله حتى باللعن، لأنه حينما أرى المشروع الكذائي معطل والمشروع الكذائي معطل، المادة التشغيلية غير صالحة للاستهلاك فقط للحكومات مثل مادة 14. هذه إلى أين نلتجئ يا ترى؟ نلتجئ إلى من لديهم معلومة أو علمية في هذا الشيء. ضريبة العلم نشره أو زكاة العلم نشره بين الناس. لما أنت حضرتك لك مال الوجاه ولك من العلمية، طيب متى العلم وتنشطه؟ اليوم يا سيدي تشح بالمياه، شح بالمياه اليوم تجتاح محافظات. طيب الآن تركيا وضعها الاقتصادي سيء، والآن الحلبوسي لا سامحه الله صوت لهذا القرار إطفاء السلف. لو أعطوا تركيا 10 مليار دولار وهي في ظل هذه الزلازل والأمور التي عصفت بها، نسأل الله أن يوفقكم الإنسانية جميعا ومن جملة آمين. لو أعطيت 10 مليار دولار لتركيا وكما يأتي إلينا لا شك بحار، والله لا أعرف أين غابت النخب عن تفاهات العراق والإطلاق على الأمناء. أؤكد من بعد العراق أسره لا يوجد في كل الانتخابية رجال مضوا بصميم الضمير، مضوا بعقولهم النيرة خدمة لبابل، وبابل تحت يعني يجتاحها الفشل من محافظ فاشل إلى مزور إلى سارق وأحزاب عفنة نعم أدت إلى صيرورة الحال. ما في شيء في بابل اليوم، بابل تحتاج إلى ثورة، تحتاج إلى بركان، تحتاج إلى نهضة قوية حتى نلجم هؤلاء السراق والخونة الذين غير مؤتمنين على هذه الأموال. قال أكثر من 1000 مليار خلال سنة واحدة ما بين الأمن الغذائي ومواطن الاتحاد في بابل. الآن ندعوكم أنتم هذه القناة، ندعوكم إلى حلقة وتقرير ثاني في محافظة بابل لرأيت عجل الكتاب. أهل بابل سكتوا عن تفاهات